ما شاء الله إليك. بكر ربع يوم. بكر ربع ساعة. شيخنا الله يسلمك، الآن بالنسبة للصدقة الجارية. إيه. الله يسلمك، هل يدخل فيها طباعة الكتب؟ شخص جزاه الله خير يبغى يتبرع عن أحد موتاه ويسأل، يقول أنا أريدها صدقة جارية. لا شك. وأريد أن أجعلها كتب أطبعها وينتفع بها الناس. وهذه صدقة جارية الكتاب. نعم. أقول الكتاب بقائه صدقة جارية. لا شك، لأن كل ما قرع منه يعني يرجع ثوابه لمن طبعه. بس يعني له مدة زمنية يا شيخنا. إيش؟ أليس له مدة زمنية؟ الكتاب يعني سابقة مثلا 100 سنة. إيه. أو أقل. ما هو جاريا الأمر. والصدقة الجارية يمكن يوقف لعمرها أو تنهدم. تنقل إلى غيرها. أقول تنهدم. كما تعلمون أقول تنهدم. ينقل إلى غيرها. لا تنهدم، وبعدين يعني ما في شيء يعني يبني عمارة ثانية. لكن كونها صدقة جارية صدقة جارية لا شك. بل هو داخل تحت هذا العلم ينتفع به. يعني هذا به. واضح شيخ. نعم. لكن أقول دلوني يطلب الاستشارة والنصيحة. هو كونه يعطي فقراء مساكين أولى لا شك، إذا الناس محتاجين يعني أعطاهم أولى، وإن تمكن من هذا وهذا كله حسن، ولكنه يقال صدقة جارية، معناه أن نفعه مستمر وأنه دائم. نعم.